من حوله. أهلا وسهلا فيكم من جديد. أنا شفنا التقرير قديش نحن لليوم ما عندنا هذه الثقافة بالصحة النفسية، والصحة النفسية أهميتها بأهمية الثقافة الجسدية، وأفضل لأنه في بعض الأشخاص عندهم مشاكل بيجي بيحكي لك أنا تعبان، أنا حاس حالي مريض، بس أنت جسديا لا تشكو من شيء. هو خلينا نحكي العقل بشكل عام بيكون مرهق عقليا. صح. ويمكن كاثي بضغوطات الحياة وروتين الحياة، وخلال هاي الفترة مع كل أحداث اللي من بداية السنة كلنا متعرضين لهذا الضغط بشكل أو بآخر، منحاول خلينا نحكي نعمل ممارسات تنفس عن هذا الطاقة السلبية. صح. ممكن حكينا اليوم ممكن رياضة، قراءة، وتحدثنا عن القراءة وغيرها من الأمور، حتى الفن اللي كان معنا قبل شوي يمكن تفرغي فيه طاقتك السلبية. أكيد. راح تكون معنا اليوم دكتورة فادية الإبراهيم، وهي باحثة وأخصائية اجتماعية، راح تحكي لنا كيف نتأقلم مع الحالة اللي نحن فيها بعيدا عن الهلع، لأنه في ناس وصلوا لمرحلة الهلع والخوف من مرض الكورونا، في ناس بطلوا يودوا أولادهم على المدرسة مع أنه المدرسة فيهاش حالات، بس خلص كورونا. في بعض الأشخاص بتلاقيهم على الجروبات الواتساب بيهولوا أنه يعني خلاص حالة هستيرية. هستيرية، ولكن هو ممكن بيطلعوا بيجي بس بيحب يخوف الحوالين. فهذه الأنماط الموجودة بالحياة رح نتعرف عليها أكثر. صح. من خلال ضيفتنا لليوم. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم يسعد صباحك. مرحبا. أهلا. يعني موضوع يمكن خلال هاي الفترة ومن أول السنة إحنا عم نشعر فيه، وهو الضغط النفسي أو بشكل عام خلينا نحكي الخوف أو القلق اللي عم نشعر فيه. بنتحدث عن بشكل عام أهمية التعايش خلال هاي الفترة مع هذا المرض وتقبله واتخاذ الاحتياطات اللازمة. أكيد، يعني فيروس كورونا كان حادث طارئ علينا وعلى البشرية وعلى المجتمعات، أثر أكيد بشكل كبير على سلوكنا الاجتماعي، وأثر على حياتنا اليومية وعلى أعمالنا ومصالحنا، وحتى أثر على أطفالنا وعلى دراستهم وعلى جوانب، يعني شمل جميع جوانب حياتنا، ولفترة يعني جيدة إنه ما كان يعني حدث طارئ سريع، لا هو أخذ وقته، عم ياخذ وقته، لسه مجهول، يعني ما بنعرف لمتى رح ننتهي من هذا الموضوع. فصار لابد يعني مثل ما حكيت انه نعيش حاله من التعايش او التاقلم مع هذا هذا الطارئ المستجد على مجتمعاتنا او المستجد على حياتنا. هذا التاقلم يعني بيجي من فهم، اول شيء فهم هذا الواقع، شو هو هذا الواقع، يعني احنا ما نبالغ مثل ما حكيتي انه هو فيروس ووباء انتشر بشكل يعني جمعي وعالمي، اثر على كثير قطاعات واثر على كتير أشخاص وناس، أثر علينا، أثر على بيوتنا، على سلوكنا الاجتماعي الأسري، أثر حتى على نفسياتنا، يعني خلق نوع من القلق، من الخوف، من التوتر، يعني حمل أشياء سلبية وحمل أشياء إيجابية. مثلا الأشياء الإيجابية قلنا فترة الحظر والحجر هي عززت تواجدنا وترابطنا الأسري وتعرفنا على بعض أكثر، يعني حكينا قبل في لقاءات عن هذا الموضوع، وإله طبعا آثار سلبية من توتر، ضغط، بعض الخلافات الأسرية نتيجة التواجد الدائم مثلا في المنزل، ابتعاد أيضا الطلاب عن مدارسهم خلق بعض المشاكل يعني لديهم. خلينا نحكي، أنت حدثت أنه في ناس عززوا العلاقات الأسرية وإلى آخره، في بعض الحالات أصبحت هناك مشاكل أسرية كثير كبيرة، في ناس صاروا متزوجين 10 و15 سنة بيجوا بيحكي لك مع القعدة بالبيت صار في هناك احتكاك أكثر، وأيضا هناك ظهور العديد من الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية خلال هذه الفترة. خلينا نتحدث بالمجمل عن هذه المرحلة، قديش ساعدت بأن الواحد يعرف ذاته والأشخاص اللي حواليه؟ هي كانت فرصة يعني تحت الضغط، يعني ببين الشخصية الحقيقية الشخص المقابل بالضبط تماما، وهي القاعدة يعني حقيقية وموجودة. كثير مثلا من أكثر الناس تعرضوا يعني لضغوطات نفسية يعني من خلال الدراسات والأبحاث اللي أجريت على هاي الفترة هم الأشخاص العاملين في القطاع الطبي أو الصحي، لأنه هم في الواجهة الأولى يعني لمواجهة هاي الأزمة أو لهذا المرض، فكانوا هؤلاء الأشخاص هم الأكثر تأثر نفسي وأكثر يعني الأشخاص اللي عاشوا التوتر والضغط النفسي. أيضا الأشخاص اللي فقدوا أعمالهم ومصادر رزقهم، هذا يعني عاشوا بفترة نفسية صعبة جدا، وأكيد هاي الفترة انعكست على أسرهم وأزواجهم وأطفالهم، لأنه يعني انقطاع الرزق أو انقطاع العمل، طبعا هذا الانقطاع حصل في كثير من دول العالم، يعني كثير ناس خسرت وظائفها، حتى شكل الوظائف
تغير، أخذ شكل جديد، أصبح إلكتروني، يعني أصبح كل شيء يصلك للمنزل، استغناء عن وظائف عديدة يعني، وكثير ناس خسروا مصدر أرزاقهم، فأثر على حالتهم النفسية، صار عندهم نوع من الاكتئاب، نوع من الإحباط، نوع من التوتر، نوع من العصبية. هؤلاء يعني الأشخاص أكثر ناس كانوا عرضة للضغوطات النفسية، وأكثر ناس يعني تأذوا نفسيا. الباقي، باقي الأشخاص أو باقي الفئات حسب يعني طبيعة هذا الشخص، يعني المستوى الثقافي له دور، المستوى الاجتماعي له دور، المستوى المادي له دور، المستوى العلمي له دور، كيف أنا أتعامل مع هاي الأزمة أو كيف أتعامل مع هاي الفترة. يعني كثير أشخاص أو كثير عائلات حاولوا يتجاوزوا هاي المحنة بأقل الخسائر، داروها بشكل جيد، داروها بحكمة، داروها باعتدال، داروها بوعي صبر. وبصبر بالضبط، وتأقلم، ونوع من التعايش، نوع من الإيجابية، حاولوا يوجدوا مثلا حلول ليتماشوا مع هذه المرحلة، ليستثمروا وقت أطفالهم، ليستثمروا وقت عائلاتهم. يعني برجع لنا ولبيئاتنا ولشخصياتنا كيف منتناول هاي الأزمة ونتعامل يعني معها. هذا فحوى خلينا نحكي موضوعنا لليوم واللي حابين نوصله لكل المتابعين، هذا تحدي لنا جميعا، كيف نحاول نتعايش، ايش نتقبل هذا الموضوع بنفس الوقت ندير بالنا. يعني انا حلول او لهي التحديات اللي عم نواجهها احنا كل يوم بحياتنا اليوميه، الشغل عم نداوم بشكل او باخر من المنزل، وفي ناس عم بتداوم في اماكن عملها بشكل او باخر، كيف نتعايش مع الموضوع؟ هو التعايش سهل، يعني مو شيء صعب. أوكي، في بداية الأزمة كانت هاي الأزمة طارئ وشيء جديد، هلأ خلص يعني كلنا صار عندنا باك جراوند أو خلفية عن الوضع الصحي، عن ضرورة التعامل، الإجراءات الوقائية الصحية، إنه إيش هذا الفيروس، إيش طبيعته، الدول اللي انتشر فيها، يعني كلنا على مختلف مستوياتنا الثقافية صار عندنا خلفية جيدة عن هذا الشيء الطارئ، فخلص إنه وصلنا مرحلة التعارف، إحنا تعرفنا، هلا نصل للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة القبول. هذا واقع يجب أن نقبل فيه، يعني كثير من الناس وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني ببثوا معلومات وسموم نفسية وفكرية واجتماعية ومعنوية سيئة جدا جدا وخاطئة جدا وخاطئة. يعني الحمد لله احنا حاليا لحد الآن من أقل الدول مثلا في عدد الوفيات، ما بيعتبروا هذا شيء إيجابي. مثلا التعليم عن بعد، يعني عم بشوف كمية السلبية اللي عم بتصير من الأهل للتعليم عن البعد، تلاقيهم كاتبين هذا ليس تعليم عن بعد، هذا بعد عن التعليم، وأنا متأكدة إنه أغلبهم يعني حتى ما دخلوا ولا شافوا شو هذا النظام الجديد، أو بيفكروا إنه هذا النظام هو جديد وطارئ وانعمل بس عشان كورونا. التعليم عن بعد هو أحد الأنظمة التعليمية وموجود من زمن السبعينات، يعني من السبعينات هو أحد وأهم وأحدث الأنظمة التعليمية، لما ناخدها من هذا المبدأ. كمان دائما الجو السلبي للعائلة وقدام الأطفال، ما نضل نشكي إنه هذا التعليم والله الأولاد ضاعوا، والله الأولاد يعني باللغة العامية خسروا هاي السنة. طيب لا، لازم إحنا نشجع أطفالنا إنه هذا التعليم جيد وهذا التعليم مفيد وهذا التعليم يعني واقع فرضوا علينا، لازم نستفيد منه، لازم نتعايش معه، لازم نتعامل معه ونكون إيجابيين خصوصا أمام أطفالنا. يعني أنت لما بتحكي لطفلك إنه أو بتحكي عن هذا التعليم إنه سيء، فأكيد الحالة النفسية للطفل رح تصير داون تماماً، ولا رح تتقبل وصرح يصير عنده قناعة إنه هذا التعليم غير مجدي، فما بعطي أي أهمية أو أي يعني تعقيباً على هذا الموضوع. من إحدى المواقف اللي أنا شفتها يعني على أرض الواقع، بأنه كانت هناك أهل برضو معارضين كانوا لموضوع التعليم عن بعد، وكان يحكوا دائماً قدام الطفل، فلما الطفل دخل على الحصة أونلاين دغري أول ما فات بحكي للمعلم اللي أو المعلمة اللي موجودة في على الكاميرا إنه أنا ما بدي أتعلم عن بعد، لأنه التعلم هذا عن بعد مش منيح. أخذ الفكرة وصار ماخذ الموضوع وخلص ما بده يتعلم، عم بيعيش حالة نفسية. صحيح. يعني صار عنده انطباع نفسي أو انطباع معرفي عن هذا التعليم أو النوع من التعليم إنه غير جيد، بالرغم إنه في العالم 1.6 مليار طفل حسب اليونسكو عم بيتعلموا عن بعد. صحيح. يعني في 190 دولة، أنت بتحكي عن 90% من أطفال العالم عم يتعلموا عن بعد، فما يعني الموضوع مواقف على أطفالنا. ويعني وزارة التربية والتعليم يعني مشكورة عم تبقى
تبذل جهد جيد وعم تعمل أنظمة جيدة، فيا ريت يعني بأفكارنا السلبية وأحكامنا المغلوطة اللي عن دون معرفة أو دراية إنه نضيع جهود يعني جهود وزارة التربية ونضيع الفرصة على أطفالنا للتعلم. شوفي صدقا يعني بالنسبة الدراسة الموجودة عندنا بالنسبة للدول الموجودة حوالينا والله جيد جدا، وما يقدم على من على يعني شاشة التلفزيون الأردني من إحدى المحطات درسك واحد درسك اثنين صح. والله نحن أنا صرت أقعد أحضر في معلومات عم تعمل بترجع تعملي لها هيك رفرش بالمعلومات اللي عندك، وحتى الأطفال الموجودين بالمدارس الخاصة أهلهم عم بحطوهم صح. يتابعوا هذه المنصات والتعليم عن بعد. نحن بنشوف قديش المدارس عم تبذل جهدها ب إيجاد حل للجميع، وهي طب ما هو صار عندنا مشكلة، صار عندنا حالة استثنائية، أول صاروا رجعوا الأولاد على المدارس، هلا صاروا الأهالي بيقول لك لا رجعوا قعدوا الأولاد بالبيوت ودرسوهم عن بعد. هذا التناقض بالقرارات من قبل المجتمع ككل، يعني أنا أم باجي بحكي لك أبدي أودي بعدين بقول لك أنا خايفة. كيف بدنا نوصل لحل يكون الواحد راضي نوعا ما باللي بيصير حواليه، مش إشي غصبت عنه أو إشي مش عارف المجهول أمامه إيش؟ إحنا دائما بنحمل أشياء أكثر من طاقة، يعني الموضوع بسيط مو بهالصعوبة. عم بقول لك 90% من أطفال اللي في عمر المدارس على الكرة الأرضية عم بدرسوا أونلاين، فهذا يعني هذا شيء طبيعي صار طبيعي، يعني لازم بدنا نمشي يعني بالضبط نرفع الروح المعنوية عند أطفالنا ونشجعهم ونعلمهم كيف يستعملوا هذا التعليم. يعني كثير بقول لك والله أنا حليت عنه، والله أنا ساعدته في الامتحان. لا ليش تساعدت تحل؟ طب إذا هذا الغلط مو من وزارة التربية والتعليم، منك أنت ليه تحل عن ابنك أو ليه ما تصحي ابنك على وقت الدرس أو صح. إحنا لازم الأهل نكون مسؤولين ونتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز وإنجاح هذا النوع من التعليم. صحيح. هو الأهل بدهم هم عشان يبعثوا لأولاده بدهم يتحملوا المسؤولية. خلاص أقول لك ببعث ابني على المدرسة أعرف شو أعرف شو بيسوي، خلاص المهم إنه أنا مرتاح. هو بظرف استثنائي، نحن بظرف يعني هلا أنا بحب ابني يروح المدرسة، أنا بكون مرتاحة وعارفته بدرس وأقل علي واجباته وجهد. أنت هلا بدك تقعدي مع الأونلاين وبدك تشوفي الامتحان وبدك تشوفي دخل ولا ما دخلش على المنصة. كيف بدنا نخلي هذه السلبية إيجابية ونطلع عليها بشكل إنه راضية؟ هي مو كلها سلبية، يعني هي فيها شيء من الإيجابية، وحسب دراسات منظمة اليونسكو للأسف أثبتت إنه الأطفال الأقل حظا يعني هم أكثر تضررا من هذا النوع من التعليم. أولا يمكن أهلهم غير متعلمين، ما بيعرفوا يستخدموا مثلا الإنترنت، ما عندهم مش واصل أجهزة هم الأكثر تضررا للأسف من هذا التعليم. لكن إحنا دورنا كأهل يعني أول شيء إحنا لازم نقبل عشان ندعم أولادنا، ما نضل رافضين لهذا النوع من التعليم، لازم يصير في قبول نفسي ومعنوي لهذا النوع من التعليم. نتعرف ندخل نشوف ابننا شو بيدرس، شو الواجبات اللي بياخدها، ما نعطي أحكام مسبوقة بدون دراسة أو علم، ونتوقف عن يعني عن بث الأفكار السلبية والأفكار المسمومة، لأنه حتى يعني مو الأمراض العضوية والكورونا معدي، كمان الأمراض النفسية طبعاً. والحالة النفسية طبعاً. معدية جدا، طبعا حتى الاكتئاب معدي تمام، يعني ممكن شخص في منشور على الفيسبوك يسمم نفسية 200-400 شخص يعني صح. في ثانية أو في ثواني صح. فدائما نحاول نكون يعني فينا شيء من الإيجابية نعم. شيء من المنطق، شيء من العقلانية، ما نطلق أحكام عامة وسلبية على أشياء إحنا أصلا مو مختصين فيها صح. وما نضيع جهود يعني وتعب أبنائنا وتعب المدرسين وتعب الأشخاص العاملين على هذا الموضوع. نعم يعني مش عارفة، هي تمارين معينة يمكن لازم نتبعها، يعني مثلا ما نتابع مواقع التواصل الاجتماعي، خلص في شاشة رسمية في مصدر أخبار موثوق أتابعه، ما في داعي أني أضل أفتح الواتساب، في بتوصلك رسائل صوتية صور وموضوع مواضيع مغلوطة وبنسمعها وبصدقوها وبنشروها. وأقول لك لو يتم يتحاسب لشخص شخصين مزبوط أيوة. ما حدا بنقل أي خبر أو أي معلومة غير صحيحة. بدنا نشكرك على تواجدك معنا وأثريتينا بهذه المعلومات، شكرا لك. كل الشكر لك.